واحنا بنتكلم عن اعمالك، انتي برضو قريب بتعملي مسلسل وفيلم، احكي لنا بقى التجربة دي. مسلسل تعويذة رشيدة ده فاضل في يوم واحد للتصوير إن شاء الله. ده شخصية برضو أول مرة في حياتي أعملها، يعني هي المفروض إنها صحفية وهي رايحة تغطي حدث برة في شرم، وهي راجعة بتتعرض لحادثة بتقلب حياتها كلها تماماً، بتخش في عالم من الخيال بقى، يعني حياتها بتتقلب تماما وبتنقلب ما بين من شخصية مرحة وجميلة وحاسة ان الحياة وردي في الدنيا، وبتتقلب بقى لسواد والحياة كده صعبة. وانا اول مرة اعمل الدور ده الحقيقة، وما اكدبش عليكي قلقانة منه قوي قوي، يعني ليه الآن؟ لانه الناس متعودة عليا ناعمة رومانسية راقية اي حاجات كده، ما شافونيش كئيبة، وانا ما بعرفش ابقى كئيبة الحقيقة، يعني انا ما بحبش بتركيبتي، ما بحبش الكئيبة، يعني مهما كنت متضايقة مهما كنت مخنوقة ما بتلاقيني طيب طيب مش وقته، وتلاقيني خلاص بقى، يعني بحاول دايما ان انا اصل الواحد محتاج الطاقة دي عشان يعيش، عشان يقدر يكمل، الحياة مش سهلة. فده بالنسبة ده للمسلسل. المسلسل. الفيلم ده احنا صورنا 3 ارباعه في باريس، اسمه الورقة الثالثة لتروازيام فوي. ده الـ يعني في جزء كبير جدا من بره مصر، الممثلين في فرنسويين، في مغاربه، في توانسه، في سوريين، وفي معانا من مصر ممثل شاب اسمه احمد فوزي. ده احنا ان شاء الله المفروض اخر الشهر ده، المفروض يوم 28 29 هطلع باريس، بس اعرف اخد اجازه من المسرح اسبوع، هطلع المفروض اخلص ان شاء الله الاسبوع اللي فاضل من الفيلم ده. فيلم سينما، ده دوري فيه برضو جديد وحباه قوي، والحدوتة حلوة قوي، يعني هو حدوتة ما بين الرومانسية على الجريمة في نفس الوقت، يعني رومانسية متداخلة مع جريمة، وده برضو من الأعمال اللي إن شاء الله لما يتعرض، يعني أتمنى أنه يعمل شغل كويس.